تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. نشكر ربنا على الإيمان اللي في قلوبكم، لما يقول القديس يعقوب في رسالته الثانية بعد آية 20: الإيمان من غير أعمال ميت. نشكر ربنا أنه أنعش إيمانكم بأعمال الخير، الله يقدركم عليها بهذه الندوات. من حي أبونا بشكل خاص الإخوة والأخوات جميعا من غير استثناء، وبدنا انطلاقا من المجمع أو سينودوس الأساقفة في الفاتيكان اللي بدأ امبارح في سبيل إعادة إعلان الإنجيل، يا ريت أنه تكون انطلاقة لنا كمان، خصوصا أنه إحنا كمسيحيين في الشرق الأوسط وبالذات مسيحيين فلسطينيين في أوضاع صعبة. الآن اللي بيخلينا نحكي اليوم عن موضوع من العهد القديم هو أنه في مجموعة بتقول عن حالها، مجموعة بتقول عن حالها أنها تريد أن تنزه الكتاب المقدس، ولكن بنفس الوقت تقول لك في أخطاء وفي تشويه في الكتاب المقدس، حاشا وكلا. يعني أنه تقول لك في أشياء صح بالكتاب المقدس بس إحنا بننتقد 1، 2، 3، 4. طيب هذا مش تنزيه. لما بتقول لي تنزيه، ما معنى تنزيه؟ أنه أنت تدافع عن صحة الكتاب المقدس وما بتقول أنه في أغلاط. بعدين لنفرض انه هاي الايات مثلا غلط وهاي صح، شو عرفك بدون مؤاخذة انه هاي صح وهاي غلط؟ يستندون الى كتب اخرى، بما انه هذا مش مطابق لكتاب ثاني اذا هذا غلط. طيب اذا هذه الايات غلط وين الصح؟ بقول لك هذا تحريف، صح؟ طيب وين الصح؟ لكان النص الأصلي، النص الأصلي ما كانش هيك، طيب وينه؟ يعني على شو بقولوا؟ على المدعي إيش؟ بين. على المدعي البينة. لما بتقول إنه النص اللي بين إيدينا مش كله غلط ولا كله صح، على أي أساس؟ تبين لنا أنهم يحكمون على الكتاب المقدس من النص القرآني، من النصوص القرآنية. يعني اللي حسب رأيهم لا يتفق مع النصوص القرآنية هذا غلط، هذا محرف، هذا مشوه، وبنفس الوقت ايش بقول لك؟ احنا بدنا ننزه الكتاب المقدس. ففي كهنة أفاضل قالوا لهم بدكم تنزهوا الكتاب المقدس، اتركوا الكلام عنه لأصحابه، خصوصا وأنكم تجهلون اللغات الأصلية التي كتب بها اللي هي العبرية والآرامية واليونانية القديمة. مش تقول لي أنا اليوم يوناني، أنا من مواليد اليونان، أنا يوناني الجنسية، إذا أنا أفسر بقدر أفسر العهد الجديد. لا، هاي أبونا بيعرف في فرق بين اللغة المتحدث بها اللغة الشعبية ديموثيكي واللغة القديم، اللغة الرسمية الحديثة كثريبوثة، واللغة القديمة باليا إلينيكا، يعني اللغة اليونانية القديمة. برضو اللغة اليونانية القديمة مقسومة إلى قسمين: الكلاسيكية واللغة الشائعة أو الكيني أو المألوفة اللي كانت على زمن مين؟ قادة الإسكندر الكبير اللي حكموا كل الشرق. إذا أولا لما بدك تقول لي إنه أنا يمكن في حسن نية، خلينا نقول إنه في حسن نية، ولكن لما أنا كنتيجة لدراستي، كنتيجة لهدفي، أنا هدفي أن أنزه الكتاب المقدس، بس النتيجة اللي بوصلها إنه في كثير تحريف وتشويه، هل وصلت أنا إلى هدفي؟ لا. زي أنا لما بعمل، أنا طبيب بدي أعطي دواء للمريض حتى تحسن صحته، كنتيجة للدواء تبعي مثل دواء أنا مش دواء الدكتور موشي،
كنتيجة بتدهور صحته. هل وصلت إلى هدفي؟ لا طبعا، زي ما قلت لا نريد أن نحكم على النيات. بقول لك نحن نريد، إذا أول هو شو هي؟ نحن نريد أن ننزه الكتاب المقدس. بدك تنزه الكتاب المقدس، بدك تحترم الثلاث قواعد اللي بيعطيها القديس بطرس في رسالته الأولى، عفوا في رسالته الثانية إذا بتتذكروا. أولا هاي النص عندك أبونا إذا بتحب، الأول هو من الفصل الأول آية 20، إنه اعلموا عالمين قبل كل شيء أن ما من نبوة في الكتاب تأتي بتفسير فردي، مش عخاطره الإنسان يفسر على هواه التفسير الفردي. احنا في الكنيسة الكاثوليكية، اهلا وسهلا، احنا في الكنيسة الكاثوليكية والارثوذكسية فيش عنا تفسير فردي، عنا تفسير الكنيسة. في الامور اللاهوتية عنا تفسير الكنيسة. امتى عنا تفسير رأي فردي؟ مثلا هاي الكلمة حسب رأيي انا في اليوناني كان معناها هيك، بس هاي لا تؤثر، لا تؤثر على ايه؟ على العقيدة. اذا ابونا يجد النص ممكن الدكتور يقرأ لنا اياه بس بصوت عالي نطفان. عالمين هذا اولا، ان كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لانه لم تأتي نبوة قط بمشيئة انسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. يعني إذا الكاتب الملهم نفسه ما بحق له يفسر على خاطره النص اللي الله ألهمه إياه، فهل أي بني آدم بيطلع بفسر على هواه؟ العدد 20 طبعا لا. إذا هذا الفصل الأول، بطرس الثاني، بيترو هاي الأولى، بيترو هاي الأولى الثانية، فصل 1 آية 20. هلا نيجي للفصل الثالث آية 15 وتابع، بيعطينا كمان قاعدتين مار بولس اللي هم العلم والرسوخ. يعني علم اللغات القديمة، الخطوط، المخطوطات القديمة، الترجمات القديمة، الجغرافيا والتاريخ القديم. بعدين الرسوخ زي ما قلنا في ندوة بيت لحم، يعني الثبات في الكنيسة اللي أسسها المسيح. الفصل الثالث عدد 16. إذا خلينا برضو تفضل دكتور اقرأ لنا إياه كما كتب إليك. واحسبوا أنات ربنا خلاصا كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضا بحسب الحكمة المعطى له، كما في الرسائل كلها أيضا متكلما فيها عن هذه الأمور التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين. إذا شو مطلوب؟ العلم والرسوخ. يحرفها يعني يغير معناها. كما يفعلون بسائر الكتابات لهلاك نفوسهم. لهلاك أنفسهم. نعم. أو اليوم الصبح زدنا كمان قانون على اللي حكى القديس بطرس، وهذا القانون بتلاقوه من سفر الخروج فصل 20 آية 3 وتابع، اللي هي الوصايا العشر. يعني أي تفسير للكتاب المقدس يخالف الوصايا العشر مرفوض. مثلا بشر بيجوا بيمشوا مؤيدين للكيان الصهيوني ورافعين أعلام صهيونية، بقول لك باسم الكتاب المقدس احنا نؤيد اسرائيل. طيب ما اسرائيل مبنيه على الاحتلال، على تشريد البشر من اراضيهم. الله شو قال في الوصايا العشر؟ لا تقتل، لا تسرق. اذا اي شيء، بقول لك لا هاي الارض موعوده لليهود. لنفرض يا عمي موعوده لليهود، بعيد كلام قلته في ندوه ثانيه بس في الإعادة إفادة، لنفرض هيك مكتوب، هل هذا يعطيك حق أنه تقتل البشر وتطلعهم
ما تطلعهم عنوة من بيوتهم وما تسمح لهمش يرجعوا ولا حتى تسمح لهم يندفنوا في هالبلاد؟ طيب نرجع الآن، إذا موضوعنا هو عصمة الكتاب المقدس، وخصوصا الموضوع الذي أثير في هالأيام كان قصة. إحنا ما بنقول قصة لأنه قصة ممكن واحد يتوهم إنها خرافة. سيرة يعقوب وسيرة يوسف. سيرة يعقوب تبدأ من 25 سفر التكوين فصل 25 من آية 19 وتابع. بالمختصر زوجته رفقة، طبعا يعقوب عفوا إسحاق، أنا بدي أحكي عن إسحاق، ولكن سيرة يعقوب تبدأ هون فصل 25 آية 19 وتابع. إذا إسحاق ابن إبراهيم زوجته رفقة، وبتكون حامل في توأمين، ومن أولها بيقول يعني يقال لها إنه في شعبين في صراع في أحشائها اللي هم عيسو يعني يرمز إلى الأدوميين لأنه هو راح يكون من سلالته، ويعقوب اللي راح يكون العبرانيين من سلالته. إذا من أولها الاسمان يحملان معنى. عيسو على فكرة تشبه أيضا زي كلمة مثلا أحمر اللون، تشبه كلمة سعير، أو إنه كان مشعر، كان مشعران يعني، وهي تشبه كمان بلد اسمها سعير. إذا في عنا تلاعب بالألفاظ. تعرفوا بعدين إنه بصير طبعا البكر هو عيسو، ولكن يوم من الايام بيجي تعبان من الصيد جوعان بيطلب من اخوه اكله مجدره، خلينا نقول عدس هيك على ما يبدو، اللي بدري بدري واللي ما بدري بقول كف عدس، و أخوه بيقول له على شرط إنه تبيعني بكوريتك، يعني حقوقك الاجتماعية كبكر والمالية كبكر. وهذاك من الجماعة بعيد منكم البطينية زي ما بقولوا، زي ما بقول مثل تركي، الشره يحفر البعيد قبره بأسنانه. طيب يبيع بكوريته، خلينا نشوف شو بتقول الرسالة إلى العبرانيين فصل 11 من آية 18 وتابع. أي فصل أبونا؟ 11 آية 18 وتابع، أو خلينا نشوف آية 20 وتابع. أنا أقرأ تفضل. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب وعيسو من جهة أمور عتيدة. من جهة أمور عتيدة، باليوناني توم من لندن. لندن إبلويسن إسحاق. بيري بيروندون. بيري بيري من لندن. بيري من لندن، يعني حسب الأمور، حول الأمور التي ستأتي في المستقبل. طيب كمل. بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف إلى آخره. إذا عيسو يجب أن نميز هلا بين البكورية والبركة. انتوا معي؟
البكورية تعطي كانت حقوق اجتماعية، مثلا مات الوالد بعينهن، البكر هو اللي بصير رب الأسرة، حتى في بعض المجتمعات بصير هو المسؤول عن والدته الأرملة. وزي ما قلنا بيكون في امتيازات للبكر. الآن نأتي إلى البركة. نأتي إلى البركة. تعرفوا القصة كيف أجا بإعاز من والدته وخدع والده بمكر. طبعا والده ما كانش يعرف، قال يا عمي الصوت صوت يعقوب، ولكن الثياب والجسم ثياب عيسو. ففي الاعتراض كان، طيب هذول الانبياء بيخدعوا هيك؟ وبقول لك نحن نريد ان ننزه الانبياء. بالنسبة لنا في الكتاب المقدس في العهدين القديم والجديد إسحاق ويعقوب ليس من الأنبياء، وعندنا إحنا المسيحيين الأنبياء معصومون عن الغلط في التعليم لما بيحكوا باسم ربنا. لأنه شو معنات نبي باليوناني؟ برو فيتيس. برو يعني نيابة عن، فيتيس من فعل فيمي يعني يتكلم، الذي يتكلم نيابة عن الله، زي الفعل العربي نابة نبة نابة أو نبة يعني نبه، أو نابة يعني نابة عن الله. الله بيعطيه إنه يحكي باسمه، ولكن بعدين في حياته بيكون خاضع للغلط، ولكن طبعا يستغفر عن الغلط. شو اللي كان الشيء الجيد فيهم؟ بتقولنا عنه الرسالة إلى العبرانيين بالضبط الآية اللي قرأناها قبل شوي، اللي هي أو لا ما قرأناها لسه، من فصل 11 عبرانيين 11 آية 13. كل هذول عاشوا بالإيمان. في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. فإن الذين يقولون مثل هذا يظهرون أنهم يطلبون وطنا، فلو ذكروا ذلك الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للرجوع، ولكن الآن يبتغون وطنا أفضل. أي وطنا أفضل باليوناني كريتون، أيوة. أي سماويا. لذلك لا يستحي بهم الله أن يدعى إلههم، لأنه أعد لهم مدينة. إذا ماذا نستنتج؟ هاي الكلمة الأخيرة في العهد الجديد بالنسبة لما يسمى أرض الميعاد. شايفين؟ بس أرض الميعاد مذكورة مرة واحدة في الرسالة إلى العبرانيين، وما بتقول إنه هاي الأرض لليهود، بتقول هاي لنسل لإبراهيم ونسله. طبعا رسالة الغلاطة بتقول إنه نسل إبراهيم هو المسيح، تنسوش. وثانيا إنه كل فكرة أرض الميعاد هاي أتت بشروط. شو أهم هالشرطين؟ إنه يستقبلوا، عفوا، يضلوا أمناء للميثاق مع الله، ويستقبلوا المسيح المنتظر لما بيجي. طيب شو بتقولنا مقدمة إنجيل يوحنا؟ أتى إلى خاصته ولم تعرفه، أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. معنا إحنا شعب الله، و فكرة لما يسوع قال طوبى للودعاء فإنهم يرثون الأرض، مع حق بفعل يرثون، بتقول إيه؟ ما هم أخذوا أرضنا، ما ورثوها. الذي يرث الأرض هو صاحب الحق. المحتل، عيد منكم، المغتصب، هذا لا يرث، صح ولا لا؟ إذن وين رجعنا؟ إنه هي بيقولنا ماذا يمدح فيهم
الرسالة إلى العبرانيين بتقولنا إنه في بركة لا عيسو حتى لعيسو في بركة وفي بركة ليعقوب، ولكن البركة مش شخصية بقدر ما هي بريميلوندون يعني للأمور المستقبلة. ما هي الأمور المستقبلة؟ إنه من نسل يعقوب من سيولد؟ السيد المسيح. وأما بالنسبة لعيسو فالبركة التي سينالها هي إنه في نهاية الأمر زي ما موجود في سفر التكوين برضو الآية 40 هي آية 39 إلى 40 فصل 27 إنه سيتخلص من نير شقيقه يعقوب، وهذا اللي بنرجو كفلسطينيين وكعرب إنه نتخلص من الاحتلال من دون ما نرميهم في البحر ولا دون ما نقتلهم. إذا هاي بتقول لي طيب كيف سرق البركة؟ دقرت القصة. إذا ما فيش بركة تسرق لأن الله لا يستهزأ به. بس يا عمي أنت أب وبعد فترة انتبهت إنه ابنك ضحك عليك بدون مؤاخذة لما قال لك ترضى علي وأنت ترضيت على ابنك، هل ستسحب رضاك وتحوله إلى غضب؟ لا. الله يغضب عليك البعيد، لعنة الله عليك البعيد؟ لا. هذا أولا. شو اللي حصل هنا؟ ما هي السرقة؟ السرقة زي ما صار عندي في البيت. السرقة يعني بيجي أولاد حلال بالحاء أيوة وبيقتحموا وبيكسروا الابواب وبيكسروا المفاتيح واحد اخره وبيجوا بالخفيه، هم حراميه زي اللصوص يعني كيف؟ وانت غير موجود وانا غير موجود. اما اذا مثلا بيجي واحد بيقول لي انا اختلست من بيتك هذا التلفون، بقول له خلص يا عمي خليه معك، هل تعد هاي سرقه؟ لا لا، لانه اعترف انه اختلس وانا بعد ان علمت انه البعيد اختلس سامحته واعطيته الغرض. اذا البركه هاي لم تسرق. اسحاق ما كانش عارف، يا غافل الك الله، ابنه ضحك عليه باعاز من مرته طبعا، وبعد ما عرف بعد ما اجى عيسو يبكي قال له اخوك اخذ البركه بمكر، ولكن ما قال له ما لعنه ولا حول البركه الى غضب، بل قال له اخوك خلص في له بركه، البركه هاي حتى راح يكون اقوى منك ويسيطر عليك مع انه اصغر منك. تعرفوا المثل العربي ما تجيبوه السيره، أصغر منك ضبك أصبر على حكم ربك أيوة، ولكن إيش أنت في نهاية الأمر ستنزع نيره عن عنقك زي ما قلنا تكوين 27 آية 39 إلى 40. هلأ خلينا نحكي بصراحة أكثر، معلش تأخذونيش بدي أنا عزابي ومليش دعوة يعني وما بحكيش عن حدا منكم. في عندك يا أخي ولدين، بحكي مع واحد من البرازيل عنده ولدين، البكر قلبه طيب بس عبارة عن دم أخذ زي ما بقوله بالسوري فرج فر، يعني تأخذونيش كيف بدي أقولها، مش مدردح يعني، تعرفوا في كثير عبارات باللغه العاميه يعني بلاش يعني بقول لك يعني بلاش بسيط بسيط بسيط. وفي عندك صغير مقطع موصل وشاطر و على مين بدك تركن يعني؟ بدك تركن على سطح بدون مؤاخذه يعني على لوح
مع الاحترام طبعا للجميع، يعني بدون مؤاخذه لما اب بشوف انه ابن من اولاده رخيص البعير ببيع بكوريته عشان طبيخ، يعني طلع زي ما كانوا يقولوا لي عن هذاك الواحد كنا مفكرينه طلع ابو طبيخ، يعني عيسو طلع ابو طبيخ. هلا فيش بشر بيننا مستعدين يبيعوا كل شيء عشان معدتهم ملانين. وهنا اذكر هوميروس الشاعر اليوناني الاغريق الكبير هوميروس، في طبعا في بتعرفوا الإلياذة والأوديسة، في بيكون اصدقاء لأوليسيس، أوليسيس اللي هو بطل الإلياذة، وهدول يحولون في فترة بعيد منكم إلى خنازير بالأسطورة. يعني بروح أوليسيس يحكي معهم، يعني بحط عقله بعقلهم بقول لهم أنا متذكركم، أنت فلان وأنت فلان. ما بدكمش ترجعوا على وطننا؟ شو جاوبوه؟ الله يا الوطن هو محل ما فيه خروق. تتذكروا انجيل لوقا فصل 15 الابن الضال لما راح لبلد بعيد وصار يرعى الخنازير وكان يشتهي ان يملا بالسحور بكل بطنه بالضمه بطنه ان يملا بطنه من الخرنوب التي كانت منكم الخنازير تاكله. اذا في سبب بسيط جدا هذا اذا اخذنا الامور من ناحيه ايش افقيه، بس خلينا ناخذها من ناحيه عموديه. لنفرض الإنسان خبيث وماكر وداهيا، هل راح يعطل مخططات ربنا؟ لا، ربنا حكيم وحتى عن طريق بشر خطأ ودها اللي بفكروا حالهم شاطرين الله طبعا بيطلع أشطر يعني إنه مخطط الله حصل، وحتى في ناس خصوصا اقباط اعطونا هالفكره الحلوه شو هي انه اساسا ما كانش بحاجه لا رفقه ولا ابنها يعقوب، ما كانوا بحاجه لهالخدع بس رفقه استعجلت. إله الوعد بالنسل ان المسيح راح يولد من نسله، راح يكون كبير بين اخوته، فلايش يعني كل هالشغله. طيب هلا في عنا امور ثانيه بدنا نحكيها على السريع اللي هي حلم يعقوب. يعقوب بيحلم انه طول الليل، طبعا في له اكثر من حلم، حلم في بيت ايل، على فكرة بيت إيل هو الإدارة الرئاسة العامة العليا لشهود يهوى اسمها بيت إيل طبعا، وإدارة حكم الاحتلال اليهودي في فلسطين اسمها برضو بيت إيل. بتلاحظ على فكرة كل أجهزة شهود يهوى كلها أسامي عبرية من العهد القديم، فش ولا اسم عبري من العهد الجديد، مثلا يسوع، مريم، يوسف، بيت لحم، فش كله أسامي عبرية من وين؟ العهد القديم، كأنه المسيح لم يأتي، زي اسم شهود يهوى قبل المسيح، أنتم شهود يقول يهوى في أشعياء 43 10 إلى 12 قبل المسيح بما لا يقل عن 600 سنة. طيب هلا نيجي لوين قلنا احنا؟ حلم يعقوب. الحلم هذا انه شاف سلم، قال هذا بيت الله وباب السماء، هاي آية بنحطها على فكرة على كثير من كنايسنا. هذا بيت الله وباب السماء، مش عن هذا الحلم. الحلم إذا بتحبوا تشوفوا عندكم بتكوين فصل 32 آية 29. قبل ما أنسى
في أشياء كمان لتفسير الأسماء، مثلاً يعقوب، يعقوب معناها الذي يعقب والذي يسبق، يعني بيكون وراك بصير أمامك بيسبقك. هذا بيفسر اسمه إيش؟ إنه هو سبق أخوه في الميلاد وسبق أخوه بعدين إنه أخذ بكوريته، بس هاي أخذ بكوريته هاي غلط منه، وأخذ بركته. بيقول هذا اسمه يعقوب لأنه تعقبني مرتين، هذا بتقوه بتكوين 27-26. هذا بسموه إيش؟ بسموه سرد سببي، سرد سببي باليوناني السبب ايتية، ايتية السبب، بالفرنسي بيقول لك ايتسيولوجيك، يعني سرد حتى يفهمك السبب من اسم أو من ممارسة. سفر التكوين لقيته النص، إذا بتحب أبو جورج تقرأ لنا إياه بصوت عالي بس. 29. نعم. 32 آية 29. قال لا يكون اسمك يعقوب. طيب لو قبلها، عفوا لو قبلها، هذا كمان سرد ايثيولوجيك، ايثيولوجيكال من اليوناني ايتيا يعني السبب. بده يفسر لنا شو يعني اسم اسرائيل، وبده يفسر لنا ليش اليهود ممنوع ياكلوا عرق، عرق النسا مش النسا، كثير ناس بيقولوا عرق النسا، لا عرق النسا، the sciatic nerve بالانجليزي، le nerf sciatic بالفرنسي. شوفوا ماذا يقول لنا سفر التكوين. تفضل. عدد 26 من آية 26. تفضل. فصارعه رجل إلى طلوع الفجر. يعني في رجل في المنام صارع يعقوب. ورأى أنه لا يقدر عليه فلمس حك وركه. فانخلع حك ورك يعقوب في مصارعته له وقال اصرفني لأنه قد طلع الفجر. فقال يعقوب لا أصرفك أو تباركني. فقال له ما اسمك؟ فقال يعقوب. قال لا يكون لك اسم، لا يكون اسمك يعقوب فيما بعد، بل إسرائيل، لأنك صارعت الله والناس فغلبت. طبعا أتفضل كمل. إذن هاي هلا بقولنا ولهذا السبب. تفضل. وسأل يعقوب قال عرفني اسمك. فقال لما سؤالك عن اسمي؟ وباركه هنا. وسمى يعقوب المكان فالمجيب قائلا إني رأيت الله وجها إلى وجه ونجت نفسي. وأشرقت له الشمس عند عبوره فالمجيب وهو يعرج من وركي. ولذلك لا يعرج. ولذلك شايفين، ولذلك معناه سبب السرد، يعني السرد يفسر لنا السبب ليش اليهود ممنوع يأكلوا، مع أنهم ماكلين العالم، ممنوع يأكلوا عرق النسا. تفضل. ولذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النسا الذي في حق الورك إلى هذا اليوم، لأنه لمس حق ورك يعقوب على عرق النسا. إذن هاي مش خرافات، هذا سرد يفهمنا حقيقة اسم. شو الاسم؟ إسرائيل. عفوا مش اسم واحد، اسمين. فنوئيل، فنوئيل يعني بنيئيل، وجه الله، لأنه يعني شاف الله ولكن وين؟ في المنام. وبعدين إسرائيل، إسرائيل صرا يعني صارع، صارع الله. هلا طبعا في احد الشباب بالاستوديو اللي قاعد هناك قال اسرائيل من فعل اسر او من فعل اطاعه. طيب كيف بدك تاسر الله بدون مؤاخذه؟ حاشا وكلا. او قال لا معناها اطاع الله من العربي، بصيرش تفسر كلمه مش عربيه عن طريق اللغه العربيه، هي كلمه كنعانية، كلمة عبرية تعني صارع الله. تتذكر يمكن المرحوم يعقوب باسيل، نعم أنا قمت بتشييع جثمانه ككاهن رعية وقتها، عمر للجميع. وبعدين في القداس الثالث والتاسع قلت نعم ليعقوب لا لإسرائيل، لأنه إسرائيل شو معناها؟ مصارعة
محاربة الله. وشو زدت عليها جملة بتذكرها لليوم؟ وإن الإنسان لا يستطيع أن ينتصر حاشا وكلا على الله إلا في المنام. الإنسان لا يستطيع أن ينتصر على الله إلا وين؟ بس في المنام. زي بتحلم إنك تخلصت من حماتك بدون مؤاخذة، فعليك تصحى والنهي في وجهك بدون مؤاخذة. الله يخليك. طيب أخذوا ناس هاي. طيب واحد عزابي مرات يعني بنتبه حالك. إذا هلأ في إشي سر في هذا الأمر. شو هو السر؟ السر اللي إحنا شايفينه ومش عارفين نفسره، كيف إنه الشعب العبري ربنا بعت له كل هالأنبياء، وكيف إنه لليوم وبكرة معظمهم يقاومون الله، ولا لا؟ أكثر مقاومة ضد المسيح من وين أجت؟ اقرأ أعمال الرسل. الرومان بيلاطس، بدنا نبدأ من بيلاطس لما قالوا له هذا عامل حاله إله، قال لهم طيب احنا في روما معنا إله لكل شيء. قديش في آلهة، قديش في معبودات في روما. يعني ما تأثرش بيلاطس لما قالوا له إنه هذا الرجل يجدف يعني بيكفر، صح ولا لا؟ إمتى تأثر؟ لما قالوا له هذا بقول عن حاله ملك، ويعني إنه هو عدو لقيصر، وإذا أنت أطلقته فأنت عدو لقيصر. الابتزاز والاستفزاز اليهودي اللي لليوم معروف، شايفين مقاومة الشعب اليهودي لربنا، مقاومة الشعب اليهودي للمسيح. كويس. إذا أكتفي اليوم زي ما بقولوا بالتلفزيونات، أكتفي بهذا القدر، ونفتح المجال لأسئلتكم واقتراحاتكم.